يسعى الكثير من الشباب والرجال للحصول على عضلات السيكس باك، أي عضلات البطن، عن طريق الذهاب إلى الجيم أو رفع الأثقال أو غيرها. ولكن في هناك معتقدات خاطئة حول الحصول على عضلات البطن وطريقة ظهورهم. بفقرة سبورت لاين رح نتعرف على 5 خرافات حول تقسيم عضلات البطن الستة. إذا حابين هالموضوع خلونا نشاهد هالتقرير. قضاء وقت طويل في ممارسة تمارين الكارديو هو اعتقاد شائع ولكن خاطئ، حيث تكفي 15 إلى 20 دقيقة يومياً، وهذا بالفعل هو اللازم. الاعتقاد بأنه يجب التوقف عن تناول الكربوهيدرات، وهذا أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعاً، حيث أن الكربوهيدرات تحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية اللي يحتويها البروتين، وهي هامة جداً للجسم، فيجب عدم التوقف عن تناولها. قضاء وقت طويل يومياً في التمارين الخاصة بالمعدة والبطن، وهذا أمر خاطئ، حيث تحتاج عضلات المعدة والبطن إلى راحة، ويمكن ترهقها بالتمارين المتواصلة دون استراحة. الاعتماد على المواد والمكملات الحارقة للدهون، وهذه قد تؤدي لحرق دهونك بالفعل، ولكنها مش رح تمنحك البطن المقسمة لست عضلات. الاعتقاد بأن الحصول على العضلات الست للبطن هو أمر وراثي، وهي خرافة يؤمن البعض بها، حيث أن الألياف العضلية هي الوحيدة اللي يمكن نقلها وراثياً مش تقسيم البطن. يسعى الجميع للحصول على عضلات بطن مفتولة، وخاصة الذكور الحريصين على الذهاب للجيم للحصول على جسم رياضي. ولكن أثبتت دراسات إلى أنه في هناك 10 أسباب لابد من معرفتها، وهي اللي تأثر على شكل عضلات البطن: عدم تناول مياه الشرب الكافية، عدم أخذ القسط الكافي من النوم، التعرض للضغط الشديد والتوتر، تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وتوتر عضلات البطن، والتركيز على عضلات البطن الأبس، وضعف سيطرتك على عضلات البطن، والإسراف في تناول الكحوليات، والإفراط في تناول الطعام، والجينات الوراثية للعضلات.